بقى بالنسبة لي زي البنزين بيخليني أنور. إصابة خطيرة تستدعي شيرين للسفر لإجراء عملية جراحية خارج مصر. قلبي اتقفل خلاص. قلبي قفل بابه. قفل الباب ده خالص. وانا سعيده قوي باللي انا فيه دلوقتي، بالحب اللي رجع لي بيه. يعني انا عايشه وسط كم حب واهتمام من كل الناس اللي حواليا. تعرضت الفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب الى اصابه في قدمها اثر سقوطها في منزلها، وتم نقلها الى المستشفى ليتبين بعد الفحوصات والاشعه الطبيه انها اصيبت بالرباط الصليبي وأنها تتطلب عملية عاجلة، لذا فإن الأطباء يجهزونها للسفر إلى خارج مصر لإجراء العملية الجراحية خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة. وكانت قد أعلنت شيرين عبد الوهاب مؤخرا تصالحها مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب بشأن القضايا المتداولة بينهما بعد رده كافة متعلقاتها الخاصة، وذلك في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك برأت فيه ذمته تجاهها، وأكدت حرصها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كزملاء في الوسط الفني. كما تنازلت شيرين عن بلاغ العنف الأسري ضده بحسب ما أوضح محاميها ياسر قنطوش. وأشكر ناس معانين وقفوا معايا جدا في الفترة النفسية الأخرانية دي، وقد إيه أنا كنت ممتنة جدا لسيادة السفير المصري بغني بحضوره النهاردة. كما وقد أثارت شيرين الجدل خلال حفلها في قرطاج، حيث قبلت يد طبيبها على المسرح وشكرت من أعادوها إلى الحياة وساندوها خلال أزمتها النفسية الأخيرة بسبب انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب. عايز أشكر الدكتور نبيل عبد المسعود. دكتوري فين؟ دكتور نبيل تعالى بقى، هو ده الدكتور بقى اللي رجعني اللي عالجني بجد.